بعد هذا الريوق الجميل راح ننطلق إلى وجهة جديدة ألا وهي إلى دولة النمسا. راح نسوي لنا برنامج لطيف وسط الجبال والطبيعة هناك، فخلونا مع برنامج النمسا. طالعين من سلوفينيا وداخلين على النمسا، هذا مجرد في رسوم الطريق لأنك راح تستخدم طريق السريع. طبعا احنا هني وصلنا، لقانا الاخ الطيب قاعد ينصحنا اعطانا نصايح عن المنطقه. Thank you very much my friend and I hope I see you in Bahrain then I will help you there. Thank you. مثل ما نصحنا الرجال هناك، الحين جينا هني. طبعا راح نصعد الجبل بالتلفريك وراح ننزله بهذه الزحلقانه. هاي بلهجتنا احنا نقولها زحلقانية، بلهجة ثانية ما ادري الصراحة. خذينا الحين التذكرة، سعر التذكرة للشخص الواحد 17 يورو. هذه التذكرة تشمل الصعود بالتلفريك والنزول بهذا هذا الشيء. هذا وصل، راح نركب في المفتوح افضل من الكابينة. نزلوا بعدين نزولنا ان شاء الله راح يكون مثل هاي الطريقة. بالتلفريك مع الشباب الحين 5 كيلو. لا مو 5 كيلو قوية. إيفرست 8. المهم طبعا فوق الجبل في حديقة حيوانات هني للأطفال يلعبون مع الحيوانات، وفيها أيضا بحيرة للسباحة. يعني اسم عائلتنا ما يحتاج أقول لكم، حرز. حرز هني معروفين احنا في غرب أوروبا. في هني مكان لعب للأطفال، في مكان لعب للأطفال هني مو لكم يا شباب يعني. جميل جدا، الشباب خاطرهم يلعبون بس مستحين شوي. للأمانة مو بس هم خاطرهم يلعبون، أنا بعد ما شفت هالمكان صار خاطري. والله ما في لك خاطرك تلعب، احنا ما نرد. طالع شلون مكان جميل. واو والحين راح نتوجه الى الاسفل باستخدام هذه العربة الجميلة. وصلنا لخط النهاية، جدا روعة المكان، حد عجيب. والحين نتوجه إلى البرنامج الثاني، ما يبعد شي عن الجبل هني، ممكن 10 دقايق بالسيارة. نروح البرنامج الثاني. وقت السفر ما في عندك وقت للأكل والوقفات، فأفضل شيء وأنت ماشي تأكل. هذا هو اسم المكان اللي احنا راح ندشه الحين. سعر الدخول 6 يورو. نقول بسم الله ونبدي. الجولة اللي راح نروحها راح تجي منها جزئية شوي خطرة، فلازم نلبس الهلمت للسيفتي فقط. هذا المكان عندنا في ساعة واحدة فقط، فقلنا خلنا نروح نتسلق. سعر الشخص 21 يورو. والحين رايحين نتسلق، مغامرة جميلة. الحبيب رايح يزعل. باري جبنا اماكن ما تدري بهالعلي وماكل انا بدله. رايح يتسلق بزق. جبنا مكان انت ما تدلي وصميتنا.
والحين نمشي على هاي المكان. الارتفاع جدا عالي واضح متعب الايد. المفروض نستخدم قفازات ولكن ما اخذنا قفازات للاسف. خلينا نشوف. Let's go. الحين نروح لاحلى مقطع نقول 1 2 3 بسم الله. طبعا بعد ساعة وشوي من التسلق خلصنا الجولة على السريع بسبب ما في وقت كافي. تشققت وتجربة ممتازة وأحلى تجربة لحد الحين مريت فيها. الحين إلى آخر وجهة قبل لا أصك نص ساعة عدنا. وين رايح من خالة؟ راح نركب إلى فوق هناك. نقول بسم الله. متعب جدا ممتع جدا. احلى استراحة ناكل فيها سناك في هاي المكان الجميل. ولهني فعلا نحتسب الجولة.